إن الدولة الإسبانية بهذا الموقف تعيد اجترار الخيانة التي ارتكبتها سنة 1975 حين قسمت بغير حق وخارج القانون الصحراء الغربية وشعبها. مراجعة بسيطة لتطورات الأسبوع هذا المنصرم ما يخص علاقة إسبانيا بالنزاع. آخر شيء وقع هو أن صفحة وزارة الخارجية الإسبانية نصحت الرعايا الإسبان بعدم التوجه ولا زاد تحمل مسؤولياتهم إن توجهوا إلى مخيمات اللاجئين نظرا لتقديرهم بانعدام الأمن ولا بخلل أمني في هذه المرحلة هناك، وربطوه شوي بالأحداث في شمال مالي والتوترات الموجودة اللي جعلت احتمال حدوث عمليات إرهابية في المخيمات مرتفعة إلى حد ما. هذا هو الحدث اللي ردت عليه الجبهة، رأى المقال هون ديال ممثل الجبهة الخارجية اللي رد عليه بشوي من العنف، يعني باستغرابهم وبعلن هذا كامل خدمة لأجندة الحكومة وما أدرك ما. طيب ممكن أن يكون هذا مجرد نصيحة عادية من وزارة الخارجية رعاياها وهذا من واجبها، ولكن أعتقد وأتصور أنه يمكن ربط هذا الحدث، هذا الجست يمكن ربطه بأحداث أخرى. علينا ألا ننسى أنه منذ شهرين أو ثلاث حدث تقارب جزائري إسباني، وكان من المرتقب أن الأسبوع الماضي تحديدا في هذا الأسبوع الحد اللي هو اليوم كان متوقع أن يقوم وزير الخارجية الإسباني بزيارة للجزائر العاصمة، وكان يراد منها أن تكون تتويجا لهذا التقارب بعد سنتين من الجفاء بين المغرب وبين الجزائر وإسبانيا. كان متوقع لأنه الجزائر عينت سفيرها، خلق نوع من التقارب، خلق نوع من التسهيلات الاقتصادية، وكان متوقع أن هذه الزيارة تجي تتويج لهذا المسار بعد هذه السنوات اللي عقبت الرسالة الشهيرة حول تغيير الموقف الإسباني من نزاع الصحراء. طيب، ولكن حدث الشيء في آخر لحظة، الجزائر تحت مبرر لين حدوا لكم ضريك، والله حجة والله مبرر والله، قالت ألغات الزيارة، إلغاء يعني إلغاء تام لزيارة ألفاريز، وفي آخر لحظة وأجلت إلى تاريخ غير محدد، وهذا فيه نوع من الخشونة الدبلوماسية. تخلي وزير خارجية لين يعود بينك نهارين مع الزيارة وتقول له راني ما تتمستقبلك شوي متينة. طيب شنو حجة الجزائر في هذا؟ حجة الجزائر في هذا هو أنه في نفس اليوم اللي نعلم فيه عن الزيارة خلق سؤال في البرلمان الإسباني حول موقف الحكومة الإسبانية من الصحراء ومن العلاقة مع المغرب، وكان جواب الحكومة ينسجم مع هذا التغيير، أكدت من جديد الموقفها المستجد اللي يبغي حل الحكم الذاتي، يعتبره هو الحل الوحيد لنزاع الصحراء. طيب الجزائر اعتبرت عن هذا فيه نوع من التحدي لها أن يعلن أن تتم هكذا إجابة في نفس يوم زيارتها لباريس، وركبت على ذا وقررت عنها تلغي هذه الزيارة ولا تأجلها إلى أجل غير مسمى. انطلاقا من هذا ممكن أن نربط ما خرج بعد ذلك بيوم أو اثنين في صفحة وزارة الخارجية من تحذير، ممكن أن يرتبط بهذه حالة التوتر المستجدة القائمة بين الجزائر وإسبانيا. لأنك أنت لما تمرق وتنصح رعاياك بعدم التوجه معناها أنك رانك تتهم البلد الآخر بأنه بلد غير آمن، وهذا فيه مؤثرات على السياحة بصفة عامة، على
هاك بعد على أي أنا قايل عنه لا يمكن فصل الحدث الأخير عن مساره في إطار التشنجات في العلاقات، التشنجات المستجدة في العلاقات الجزائرية الإسبانية. وراني مشيت لكم كل ما تعلق بالأمر من الصحف، ومرحبا وسهلا، أنا ناقش الموضوع والله نشوفوا رأيكم فيه. مرحبا الخيمة. هي وزارة الخارجية الإسبانية تمرق توصيات سنويا تحدد الرعاية إسبانيا الأماكن اللي زيارتهم يا إما خطيرة يا إما لازم يقبضوا فيها احتياطات، وتمرق على صفحتها الرسمية، هاي تخلق كل عام. ويبدو أن هذا العام حذرت من زيارة مخيمات اللاجئين بالتندوف، حذرت من زيارتهم، وتبان ردة فعل الجبهة شوي متشنجة، رغم أن حسب مقالات الصحافة الإسبانية عن سبب التحذير هو الجو الغير مستقر في المنطقة الساحل قاع بأسرها وجوار المخيم ذاك اللي مجاور أماكن ما فيه استقرار. غير واخا هكاك يبانوا خلق تهجمات كبيرة من باب ممثل جبهة فهم وشي ذنبته حاقبة. شكرا جزيلا للأستاذ العربي. مرحبا الخيمة، شحالكم؟ ياك لباس، كل شيء بخير. شكرا لهذا التحليل واللي مغذي بمعطيات دقيقة ومحينة حول العلاقات الجزائرية الإسبانية. أنا متفق معك جملة وتفصيلا، ونضيف فقط من باب التحليل، وهذا تكلمنا عليه فيما يتعلق ب إلغاء الزيارة زيارة الجزائر، يعني وزير خارجية إسبانيا للجزائر. ونعود نرجع للتاريخ يعني والأسباب. عندما قطعت أو أوقفت أو جمدت الجزائر علاقاتها مع إسبانيا، كانت بشكل واضح وأكد عليه الرئيس الجزائري وأكدت عليه الخارجية الجزائرية أنه مرتبط بموقف إسبانيا من قضية الصحراء، وبالخصوص من ائتلافها بمغربية الصحراء اللي تم من خلال تبنيها للحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع. وقالت الجزائر أنه لن يتم، يعني في خطوات تصعيدية واحدة تبع الثانية بلغت شبه قطيعة، أنه لن يتم العودة عن قرار الجزائر إلا بتراجع إسبانيا عن موقفها من قضية الصحراء. تخطات سنتين تقريبا على الموقف الإسباني، وتم تأقلم الإسبان لا من ناحية العلاقات الاقتصادية ولا التجارية ولا الدبلوماسية مع الجزائر، على أنه خيارها كان في اتجاه علاقاتها مع المغرب. إذن كان من المفترض أنه قبل أن تعيد الجزائر سفيرها لمدريد وتقبل باستقبال السفير الإسباني عندها، أنها إما أن يكون هناك تغيير واضح في السياسة الإسبانية في قضية الصحراء وهذا لم يقع، أو أن تبرر هي الجزائر لهذا تغييرها في موقفها وهذا أيضا لم يقع. إذن كيبقى الاحتمال الوحيد، هل هو يعني من شقين، هل كانت الجزائر تعتقد أو فهمت أن هناك وعود من الجانب الإسباني بتغيير في موقفها أو على الأقل في التخفيف من 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 من, من تبنيها له، أي عدم تكرار تبنيها لهذا الموقف، أو هل كانت تعتقد أنها إذا استبقت الأمور وهي اللي
قامت بمبادرة نحو الإسبان أنه تدفع الإسبان أنهم يقوموا بالمثل. وهذا الاحتمال اللي هو يبان كأنه هو الوحيد الوارد بين هذا اللي كنا نقوله عنه. هناك صعوبة فهم هذه يعني لاماتوريزم في السياسة الجزائرية، يعني كأنه من عدم المهنية وعدم الاحتراف في المؤسسة الدبلوماسية الجزائرية. العلاقات الدولية لا يتم التعامل معها بهذا الشكل ولا تدار بهذا الشكل. إذن إسبانيا لم تقم بأي شيء مخالف لذاك اللي عدلته سابق سنتين، وإرجاع السفير ديال إسبانيا للجزائر وهذا الانفراج اللي وقع كان بسبب انفتاح جزائري اللي هو تراجع عن انغلاق وعن تشدد في فترة معينة. الجزائر يبدو أنها في نظري تبحث عن دائما تعود خالقة حدث إعلامي يظهر أنها مازالت عندها قدرة على الضغط على الأطراف اللي هي المغرب والإسبان، وهذا نلاحظه في تصريحاتها أنها تبحث عن أي موجب لإعادة يعني محاولة إعطاء الانطباع على الأقل رأيه العام أنها مازالت صاحبة المبادرة وأنها مازال عندها أوراق يمكن أن تقوم بها من أجل الضغط على الأطراف الأخرى. هذه الموقف تجاه أو ضد إسبانيا هو لا يقل عن الموقف الذي تم اتخاذه من سنتين اللي بلغ في أوجه توقيف الغاز ومحاولة قطع هذه منع المستوردين الإسبان الجزائريين من أنهم يستوردوا من إسبانيا، واللي أدى لتدخل يعني الاتحاد الأوروبي وفرض على الجزائر أنها تتراجع عن ذاك القرار، وإلا كان سوف يكون يعني موقف مضاد من الأوروبيين بشكل جامع. الشيء الخطير جدا واللي أشار له الأستاذ العربي هو الموقف الإسباني كرد، ونتفق معه من الواضح أنه رد على هذا الخطوة الجزائرية، أنه إعلان منطقة تيندوف غير آمنة بالنسبة للرعايا الإسبان وهم رعايا أوروبيون. وطبيعة الحال الرأي العام الأوروبي والدول الأوروبية الثانية تعتبر أنه إسبانيا أكثر اطلاع من باقي الدول على ما يقع في مخيمات تيندوف، وبالتالي من غير المستبعد أن يكون لقرارها تأثير على الآخرين. النقطتين الأصعب والأخطر على الجزائر بالخصوص، لأنه هناك نتحدث عن أراضي جزائرية تحت سيادة جزائرية، مع أنه كان هناك إشكال، هناك جواب جزائري واضح على مراسلة مع الأمم المتحدة اعتبرت كأنه السيادة على المنطقة، وهذا حاولت تتراجع عنه ولكن الوثائق موجودة أن السيادة على المنطقة هي للجبهة. إذن أراضي جزائرية خاضعة حسب القانون الدولي لسيادة دولة الجزائر، يقال أنه احتمال أن تقع فيها أعمال إرهابية، هذه الأولى. ثانيا يربط الوضع فيها بالوضع في دول الساحل، وهذا إحالة للرأي العام أنه نفس عدم الاستقرار الموجود في دول الساحل المعترف معروفة تاريخيا بأنها دول مضطربة ودول انقلابات ودول غير مستقرة، أنه سوف يتم الإحالة على أنه جزء من التراب الجزائري هو يشبه دول الساحل، وما يقع فيه هو صورة أو فيه انعكاس لما يقع في دول الساحل، وهذا يؤدي إلى بغينا نبعده بالاستنتاج أو بالتحليل أن الجزائر أيضا هي دولة مضطربة ودولة تشبه هذه الدول الساحل الأخرى اللي تتميز بأنها دول تعاني من عدم الاستقرار، وهذا خطير جدا
وضربة للجزائر، واللي هي كيف غرابة الأمر أنها كانها دائما تبحث عن أو تقوم بخطوات تكون نتيجتها عكسية عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، منتدى الحوار الصحراوي. يومكم سعيد أو كيف حالكم؟ مرحبا بالجميع، ومرحبا بك أحمد. شكرا لك على التعليق على هذه المحاضرة، التحليل اللي قدم به الأستاذ العربي والأستاذ محمد القيس، اللي هو وقع اللي هو يتمحور حول يعني قد حد يستخلص منه مجموعة من الأفكار. بدنا نحاول أني نركز على ثلاث نقاط أساسية والأربعة. الأول هو أنه العلاقات الإسبانية الجزائرية تعرف توتر منذ أن أعلنت الدولة الإسبانية عن دعمها للحكم الذاتي، ودعمها للحكم الذاتي ذاك يعني أنه دعمها للطرح المغربي فيما يتعلق بالحل. وهذا قطعا دون شك أنه كان سبب جن جنون الجزائر، قطعت علاقتها، استدعت سفيرها. عقب ذاك كيف قال الأستاذين وأكدهم، أكد ذاك مولي أحمد خر، ركز على هذا المعطى، أنه ما تغيرش لا شيء أن تغير في الموقف الإسباني تجد الجزائر من خلاله حتى هي ترد سفيرها وتقبل مجي سفير إسباني. هو اللي خلق شنو؟ خلق نوع من التصور الخاطئ. سمعتون لأنه مسؤول والله وزير الخارجية الجزائري وفي مقابلة مع هذه خديجة بن قنة يتصوروا هما أنه الموقف الإسباني خلق فيه تغيير نتيجة لبعض العبارات اللي أولوهم والله يشرحوها. هذا التأويل ما هو الواقع الحقيقي، ودائما الجزائر تعجل في تأويلها خاصة في نظام تبون هذا، فترة تبون هذا. المهم هو أنه الجزائر ما 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 فهم مبرر ذاكو يعني مقنع للرأي العام الجزائري والعالم قاع كامل أنه الجزائر تغير موقفها. ولكن الجزائر غيرت موقفها، شات سفيرها، استدعت سفير الإسباني، والقريب في الأمر أنها رتبت لزيارة وزير الخارجية الإسباني. وزير الخارجية الإسباني كيف قال العربي، الإسبان ما هم غيرين شيء، وموقفهم تجاه المعلن بشكله الرسمي في تأييدهم للحكم الذاتي. طرح سؤال في البرلمان، تكلم فيه وزير، أكدت فيه الحكومة تمسكها بموقفها المعلن من الحكم الذاتي. ألقت الجزائر زيارة وزير الخارجية الإسباني، وهذا نوع من الارتباك. ما هكذا تدبر العلاقات بين الدول، وهذا يبين على أن الجزائر في حارة من أمرها، خاصة ما تعيشه من عزلة في محيطها ودول جوارها، في محيطها الإقليمي والدول المجاورة لها. يعني تراجع موقف، تراجع بعض يعني دورها، وتراجع يعني حاجه اللي اعلنوا قله تدبيرها، سوء تدبيرها للعلاقات الدوليه هو اللي نلمسوه الان ونلاحظه من العزله اللي تعيش، وقطع العلاقات مع دول الجوار بما اخرها النيجر. مرحبا بكم مره ثانيه منتدى الحوار الصحراوي، يومكم سعيد وكيف حالكم. النقطه اللي ذكرته ممكن تفاعل نعلق عليها هي ردة فعل بوليزاريو السريعة والمتشنجة، واللي اتهمت فيها، وحاجة اللي جات عن طريق ممثلهم في إسبانيا، اتهمت فيها الإسبان يعني عندهم اللالوقة واحدة، هو اتهام البيع ويعني الخيانة، ذاك ذيك المعجم اللي مستعمل حتى للأجانب، يستعمل للدول، يستعمل للمنظمات
ويستعملوا المتحدة والأمير العام المتحدة خائن وعميل المغرب والله البلدان. حاجة لي أنه هذا الرد من البوليزاري وليس من الجزائر حتى هو يطرح مجموعة من علامات الاستفهام. لماذا الصمت الجزائري حينما يعود المخيم غير آمن؟ ذاك أنه جزء من الأراضي الجزائرية غير آمنة. أنا إلى حد الآن ما شفت فات عاد رد من الجزائر في الوقت اللي دخلك كامل بسبب موقف الإسباني الداعم للموقف المغربي والتشنج الجزائري. حد يتابع هاي الأحداث يدور يشوف ولا يفهم ولا يلاحظ أعلن القضية ماشية غير في غير صالح الجزائر، لا في علاقاتها مع دول الساحل ولا في علاقاتها مع الأمم المتحدة ولا في علاقاتها مع إسبانيا ولا حتى في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وآخر شيء إيطاليا. وشو المعادل اللي تبحث عن الجزائر والبوليزاري؟ هو زيارات قم بها إبراهيم قالي لأخذ صور لترويجها وتوظيفها في محاضرات تحريضية من أجل البقاء سكان المخيم أحمد التيني. مرحبا مرة ثانية منتدى الحوار الصحراوي، يومكم سعيد وكيف حالكم؟ في إطار هذا النقاش وهذا المعطى، النقطة الثانية هي اللي بغيت نتطرق لها هي ردة فعل البوليساري السريعة والمتشنجة، ولكن ننسب لها نقطة وأنه في منتدى اللي ينقال له قيمة النقاش الحر منذ سنين، خاصة بعد أحداث التأمين مع بعض القرقرات وعاقب ملقى حتى تكرر موقف الأستاذين العربي ومحمد القيث في قصف السمارة، أنه الأوروبيين والله المجتمع الدولي إذا تمت البوليزاري ماشي في هذا الطريق، طريق عدم الامتثال للقوانين الدولية والصراعات الداخلية داخل المخيم والتقارير اللي تطلع من بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوزارات أو الوزارات الخارجية الأمريكية والإسبانية السنوية، التقارير السنوية اللي تمت دائما تنعت عن البوليزاريو تعيش في منطقة غير مستقرة، إن هذا اللي هي يؤدي لها إلى يعني إنه العالم يمشي بخطوات في اتجاه تصنيف البوليزاريو ضمن الحركات الإرهابية. هذا درك نشرة وزارة الخارجية الإسبانية. أنا بالنسبة لي وهذه تعود وجهة نظري أنا تدخل في إطار هذه الخطوات في اتجاه تصنيف البوليزاريو منظمة إرهابية، لأنه حينما تعتبر السفارة الإسبانية والأوروبيين ما يقدروا أخبر من الإسبانيين في المنطقة، دولتين خباريات في المنطقة قبال خاصة منطقة الساحل إسبانيا وفرنسا، وقطعا عن قراراتهم ونشراتهم يعني يعتبرها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبني عليهم، تبني على أساس، حينما يعني التحذير يشمل قطعة من الأرض يمارس فيها التنظيم السياسي سياته وهي أراضي جزائرية قبل أن تكون البوليزاريو. الحاجة اللي أعلنوا هذه الرسالة واضحة كل الوضوح، وقطعا عنها لا تعود مقدمة لأشياء أخرى، إنه ذيك الحمادة اللي في هذيك البوليزاريو في هذوك اللاجئين واللي يقسوها الإسبان وخاصة ذلك اللي ينظم فيها ماراثون الصحراء راهي غير آمنة، وبالتالي غير آمنة راهي فيها يمكن يكون الإرهاب وفيها الجرائم وفيها الاختطاف. وهذه رسالة ما هي إلا للبوليزاريو للجزائر، إنه جزء من أرضها أصبح يصنف كيف ما تصنف
بعض المناطق في دول الساحل، وتصنف من طرف ايه وزارة الخارجية الإسبانية، وذي قد يعود مولي يدخل في إطار هاي التصرفات اللي تعدل وزارة الخارجية الجزائرية الإسبان، تعود رسالة حكيمة وجبرة وقتها وسياقها مشيتها إسبانيا لـ 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 للجزائر، ومنت هذيك المدللة اللي قالها بوليزاري. أما في موضوع اللي جاوا تكلموا عنه ذوك الأساتذة اللي كل لهم كل الاحترام، الجزائر ضريك مع كامل احترامات التحاليل المهمة واللي قطعنا عنها قطعنا صايبة في مكانها، غير الجزائر هذا هو اللي خسر التحاليل هذا هو اللي خسر تحليل الأكاديمي وتحليل السياسي وتحليل أي رجاج متبع هذه القضية منذ بدايتها لليوم، لأنه هو دائما السبب في قطع العلاقة والله في الخصومة والله في العقب اللي يطلع بين الاثنين، يعد ياكل الأمور تعود عادية يالت إزاحته يلعو والله تعديله ياك تقد ترجع العلاقة للشكل اللي كانت خارجة به. فاللي له عامين دريك من الساعة تعدلت الحكومة الإسبانية موقفها وعلنت تأييدا للحكم الذاتي واعتباره على أنه الحل الأمثل الحل اللي خلق حل اللي عليه يعود حل، قطعنا عنه ثار حفيظة الجزائر وعدلت نوع من المواقف المتشنج اللي نعت ياسر من من يعرف كان قال له الرفض والله 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 شي بعد ذاك هو منين لذاك الموقف الإسباني، وكانت قطيعة فيه تماما. أعتقد على أن إسبانيا منين اللي والله باطل الجزائر عفوا ما هي إسبانيا الجزائر منين اللي تمت لين فجاتنا دون سابق انذار بعودة سفيرها إلى مدريد. السفير إلى مدريد أولا ما كان يلا الجزائر القضية هي قضية سترنج لو هذه هون ودير هذه من هون ولا هذه سوف له عدل مواقف، هذه مواقف دولة، هذه مواقف تعطي للدولة بها تقبل مصداقيتها وبها تفقد مصداقيتها لعدة لما في بلدها. فإذا عودة هذا السفير دون سابق انذار ودون ما تعلن الجزائر دون ما تعلن الجزائر عن تعديل في موقفها من إسبانيا الناتج عن موقف إسبانيا للمغرب، والله العكس دون ما تعدل إسبانيا موقفها من الصحراء اللي عدلت مع المغرب. فإذا ما دام مخرجوا ذو الثنتين ما إسبانيا ما عدلت موقفها اللي علنت اللي ظهرت فيه على أن الحكم الذاتي هو الحل المثل وأيدته وطرق على أنه مقترح مغربي إيجابي ومنطقي ومعقول وقابل للتطبيق، ما دامت ما عدلت ذاك اللي ذاك هو، فإذا إسبانيا مازالت في نفس الوضعية اللي وسعت على الجزائر تتخذ ذاك الموقف القاطع اللي خلق سنة اللي 2000 وهو سبب هو سبب اللي خلق بينها وبين إسبانيا هذه المدة كاملة. إذا منين ما عدلته هي فإذا الجزائر ياك تقد تعود مقبول موقفها بتعيين سفيرها من منطلق نوع من التعديل في موقفها هي من قضية الصحراء المغربية، والله زاد الحكم الذاتي اللي اعترفت به إسبانيا للمغرب. هكذا نوع هكذا نوع أريد هكذا نوع إن قلت تعود خانتني خانني التعبير والشهاك في الوصل الفكري، غير نتمنى على أنكم تعطوا شوية من 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 جهتكم تعطوا شوية من أفكاركم ياك تفهموها زين عندي تفهموها. تحياتكم. الأوديو الرابع هذا اللي حتى هو لا في نفس السياق
هما اليوم اهل المخيمات تندوف واهل الساقية الحمراء بشكل خاص، وهذه دول الجوار قطعا عنها يالتها ما 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 يخلق لهذاك كلوه وفرسه في الشدق دوك عياو يعدوا الى الموت كاع. هو حد يواسعا الساقية الحمراء واد الذهب ما هي له الواد نون ولا هي له الططن ولا هي له قدير ولا هي له الوجد. هذا معناها عنه اصبح يتمتع بنوع من ذاتية الحكم ولا ذاتية التصرف قبول تعايش مخرصة في أخلاقه هو سابق حد ثاني، وهذا ما فات خلق الصحراء ذات مغربيين. أعتقد على أن حركة الصحراويين من السلام جاءت في الوقت المناسب اللي لعامي، وقطعا عنها عرفت على أن شي ينقالو الحكم الذاتي اللي تقدم به المغرب ما يقد يعود يكون هو وحده الحل، ويالتها ما دام هذا هو التفكير يالتها يعود منطلق النقاش حل يعود فيه منفوع أكبر لأهل الصحراء. هون تيجي قطع عنه، وهذا الناس كانوا اعترف به. اليوم مع ظهور ملي لأهل الصحراء بشكل هالعام ولأهل الساقية الحمراء وواد الذهب بشكل الخاص، والقوم الانفصاليين اللي مع البوليساريو يالتهم يعرفوا هم شي دوروا. إلى عاد الاستقلال، الاستقلال ما هو خارج. إلى عاد الحكم الذاتي، الحكم الذاتي ما هو خارج. معناها عنه اللي خارج شنو هو؟ هو على أن نتقرب من هذا رقاج اللي قابض التراب بموجب تصفية استعمار مع ذاك اللي كان قابض سابقا اللي هي إسبانيا والمغرب، قطع عني نلقى منه ذلي قد واسيني أنا غدا مدة بعد نتعرف وإحنا قاع من هو فوق التراب ونجاب له إحنا فوق التراب، ويظهر للعالم من هو ما إحنا أهل التراب. منين فوتوا على البدة ونتعايشوا إحنا ونعودوا عاد عندنا من القوة اللي نقدوا نفرضوا على الدولة عنها دير حكم ذاتي؟ والله توسع جهوية قائمة ذيك الساعة. هذا هو الهدف، هذا هو اللي قدر قال حد باقي حد مقبوع حد بعقله، هذا هو اللي يالته يخرص به ما جاءت به حركة صحراوي من السلام وما تأسست من أجله، واللي كان واضح وبين لا غبار له في هذه خارطة الطريق اللي جات في دكار على لسان السكرتير الأول. فإذا هون هذه فرصة، قطعناها فرصة، راهو مات للتاريخ اللي راهو التفريط فيها اللي يعود اللاكي في التفريط في ياسر من الشيخ لك اللي له 50 سنة و40 سنة عقب ذاك اللي له حكم مدة ثانية أكبر. فإذا عدم التفريط في القراءة الفعلية الحقيقية الواقعية لما قدمته حركة صحراويين من السلام كخارطة الطريق من أجل حل فعلي واقعي لهذه المنطقة ولهذا النزاع، قطع عنه راهو لا يظلكم ويطرحكم في واحد المتاهة كبيرة واحد المتاهة ثانية كبيرة. الله تعالى أعلم. هو ضي كرقاج يخرص واحد مغربي عنده بطاقة مغربية موقع فيها المدير العام للأمن الوطني في القرقرات والله في العرقو والله في الجدرية والله حوز اللزاك والله أم سمرير والله تيشكا ورززة أي واحد منه، ويحاول يفصل بينه أنت من التراب وأنت مالك من التراب، هناك مغرب واحد. ما دام ما طبق حكم ذاتي، ما دام ما نفرض الاستقلال اللي 50 سنة يعلم به، ما دام ما فات خلق نوع من 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 تمقوع الزل اللي يلودوا لها واحدين في الصحراء، خارج لا الصحراء مغربي، خارج لا الصحراء مغربي. فإذا هذه الصحراء مغربية انفتحت فيها ثغرة تقد توجد نوع من الحريات ونوع من ياسر من شيء ثاني عدلها نبارك سنة 2007 بما أنه اقترح الحكم الذاتي
بعد فشل جميع المحاولات اللي قامت بها الأمم المتحدة بما فيها الاستفتاء، واللي صبحت جميع المقررات الأممية لمجلس الأمن عاقب ذاك خاصة من 2015 إلى تنص على ضرورة تشجيع ذاك الحل وتصفه على أنه معقول ومنطقي، وجاءت حركة صحراوية عاقب ذاك مثل إلى عاد المغرب عليها في 2007 على أنه مارق فيه، يقدم عاطي يطبق حكم ذاتي عن طريق الأمم المتحدة باش ينهي هذا النزاع، باش ينهي هذا النزاع. قطع عنه عاقبه تقريبا 13 سنة. جات حركة صحراويين من السلام اللي عاقب تأسيسها تقريبا بعام عامين جاء مخططها ولا خارطة طريقها اللي تعزز هذه الفكرة وترحب بها وتتبع لها يا غير يا تتنزل شوي يا كان الصحراء يعودوا في ذيك الوضعية اللي تواسيهم على أنهم يسيروا أمورهم ويختلفوا عن جهات ثانية في المغرب اللي ذيك الساعة قد يمكن أهل الصحراء اللي راوها على أن يقولوا لذاك اللي في طنطان أنت ماك من الساقية الحمراء والله ماك من العيون يا غير بعد الله مغاربة. تحياتي لكم كاملين وخيرتم.